كتير من الناس بيبقى عندها معتقد ان انا لازم اخس الاول بعد كده انزل الجيم اعمل عضلات، وللاسف بعض اخصائيين التغذيه بيقولوا نفس الكلام. خليني اقول لك ان الكلام ده غلط تماما، تعال اقول لك ليه. خلينا متفقين ان كم المجهود اللي هتبذله جوه الجيم تحديدا في تمارين المقاومه هيساعدك انك تخسر جزء كبير جدا من الطاقه المتخزنه في الجسم. الطاقه في الجسم بتتخزن في هيئه الدهون. طب ليه الريزيستنس تريننج او تمارين المقاومه بتبقى اهم من الكارديو؟ لسببين. اول سبب ان كم الطاقه اللي هتستهلكه في تمارين الريزيستنس تريننج هيبقى اكبر بكتير من الطاقه اللي هتبذلها في تمارين الكارديو. تاني سبب، خلينا متفقين ان كل ما كتلتك العضليه زادت كل ما احتياجك من الطاقه زاد، فبالتالي احتياجك من الطاقه بقى اكبر، وده يخلي البروسيس بتاعه الفات بيرن اعلى بكتير، فبالتالي الحرق بقى اعلى. تعال ناخد مثال بسيط كده بالعربيات. لو عندنا عربيه سعه الموتور بتاعتها صغيره، فبالتالي العربيه هتستهلك كميه بنزين اقل وهتديني اداء اقل على الطريق، في حين ان احنا عندنا عربيه ثانيه سعه الموتور بتاعها اكبر بكتير هتديني اداء احسن على الطريق، وعشان تعمل ده هتحتاج كميه بنزين اكبر. ده بالظبط جسم الانسان، كل ما الكتله العضليه زادت كل ما احتياجك من الطاقه زاد، فبالتالي حرق اعلى، هتخس اسرع، وبعد ما تخس هيبقى عندك بودي شيب احسن. خلينا نضيف كده معلومه صغيره، في حاجه في جسمك اسمها ميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي هي اللي جسمك بيكسر فيها الدهون علشان يبدا يمشيها في الدم ويستخدمها كمصدر طاقه. الميتوكوندريا دي موجوده تحديدا جوه العضلات، فكل ما عضلاتك زادت كل ما عدد الميتوكوندريا زاد كل ما تكسير الدهون بقى اعلى بكتير. لو عايز تيبس تانية تنفعك وانت بتخس وتخلي البروسيس عندك اسرع، لايك وفولو، استنى الفيديو الجاي.